صفاء فتاة هادئة تشبه الأرض، حنطية عيناها خضروان، تحمل وسادتين وقطعتين من الثياب، ثوباً أبيض وجلباباً وحذاء. هذا كل ما استطاعت أمها تجهيزها به. الثوب الذي تريد أن تستقبل به زوجها يحتاج لتقصير، فالحاصل المجاور لحاصلنا خياط. قصرت ثوبها، ارتدته، نصبنا الكراسي نحن والجارات، ووضعنا صفاء في وسطنا وغنينا. فبكت أمها، وبكت كل الأمهات الحاضرات.